يا جو خزوقتني وبعت لي كل احلامي وهدت لي وخلتني اسيب مشروعي وراحت حبة صاحبي. يا لهوي، عارف المثل بتاع فديناكم وانتم مصممين لا مش عارف اقوله ايه. والله ما عارف اقوله ايه، والله ما عارف اقوله ايه، بس بقى تعالى انا هخصص وانا اقوله لك. او انت اكتبه على الداتا، يعني اكتب اتفاديناكو وانتم مصممين ده ربنا يتقم مني والله. يا بسمعك يا جو. انت ايه؟ انا كلمت ايه ده يا وليه؟ ما انت عندي اهو يا وليه. لا لا ما تعملش كده يا وليه، اسكت. إيه حبيب اخوك يا هيما، بس انا الاكس بنت خالتي. يا رهوي، انت هتلاقيك بيتعمل عليك شوربه. بسمعك جو، انت بتنصح الناس وميت من الضحك، كان القرد نفع نفسه، كان القرد نفع نفسه. برافو عليك يا احمد، انت قليل الادب يا احمد عشان بتقول للناس القرد كان نفع نفسه. حبيبي عيب 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 عيب، اتعلموا الادب، انا عارف انت مش هتتعلمه. ايه ده احمد كاتب انجينير؟ يا لهوي، اصل انا مخش ابص على الباي قبل ما اديك البلوك. بس احمد كاتب انجينير. احمد حبيبي انت حاول ترتقي، انا عارف ان ده صعب عليك يا احمد، مش هترتقي يا بابا والله، والله ده صعب، ده صعب. العقليات دي ما بترتقيش خالص، لان عندها مشاكل سلوكيه. انا مش هعلمك المشاكل، مش هعلمك الادب، يعني بيني وبينك كان اعلمه لك في البيت، انا مالي. ثقة صفاصيفه. ازيك يا وليه؟ انا الكومنتات بتجي، بص الناس فاكره ان انا ما بعرفش، ما بقراش، انا الكومنتات بتقف كده مره واحده وبروح درر جاريه. انا جيت راح ازيك هنا. يا جو هو ليه كل الناس اللي حواليا وقريبين مني بيبقوا اكبر مني في السن عشان انت وده غلط. انا كنت كده زمان وده غلط جدا، انت لازم تصاحب اللي في سنك. وحش قوي ان انت تصاحب ناس اكبر منك، دي حاجه صعبه قوي. الامتحان يا اسطى، تلاش الامتحانات اونلاين، ده خبر جدعانه مني. جو ساعة قوي، انا بنزل الاربعاء الفجر ادعيلي. اوه لا لا، ده انت بص، انت خد الدولاب معاك وانت نازل، والله العظيم اقسم بالله خد الدولاب كامل حضنه وانت نازل، عشان احتمال تغير 3 4 مرات في الطريق، ده صعب جدا. الجو ده محتاج تقعد فين يا جو؟ الجو ده محتاج تقعد في الميكرويف. في حضنها ايه اصلا؟ انت عيان يا اسطى، انت عيان يا اسطى. لا ميكرويفك يا اسطى. ازيك يا بنت لوليانا؟ يابا نت فوق، يابا انت فوق. الله يسترك يا احمد، والله العظيم الله يسترك، يا ريت الناس كلها تبقى. الله يسترك جو، عبر فيديو ايه لهوي، والله حقك عليا، والله العظيم حقك عليا، انا اسف. يا جو عامل لايف، لقيت حاجه تحل السهر، تعالى سهر. الله يسترك. ازيك الزالي يا جو؟ قول لي انك شايفني. طيب ازيك يا وليه؟ شايفك يا وليه من اسكندريه يا وليه انت. ايه اغرب حاجه؟ انا مره كلمت واحده يا اسطى، والله العظيم قالت لي وحشني. الكلام ده من سنتين، كنت اعرف هي كانت برج الجوزاء، الله يلعن ابو برج الجوزاء يا شيخ، والله العظيم قالت لي كده وحشتني. قلت لها وانت كمان وحشاني، كانت صاحبتي قوي، قالت لي كده لو انا كنت وحشتك كنت كلمتني. يلا اتفضل سلام، ورحت عامله لي بلوك. والله لا، يعني قصة حزينة بنت كلب. زكا دودة، زكا بنت يا دكتورة. يا عزم انا كان عندي مشكلة فعلا في ان انا ما بحبش خالص، ولا عندي كروش ولا الكلام على الفاضي ده. ده مش كلام فاضي، ده كلام مهم، بس احنا مش عارفين نعمله او مش عارفين نوصل، هتوصلي له ما تقلقيش. جو عبر، انا اسف. فاتح من امتى؟ والله يا بنت ندى من شوية. الجو ده محتاجك انت وبس. قلنا نقرا ام الكومنت ده. جالي اكتئاب لدرجة فقدت النور. انا اسف، انا اسف يا بت يا دودة، انا اسف حقك عليا والله. بت دعاء احمد انا اسف، ستحلو لنا الحياة. يا جو انا محدش بيعبرني على الانستجرام غير 50 20 لايك، 50 20 لايك. انا اقول لك على حاجة مش هصدقها، اقسم بالله انا ما كنتش بتصور زمان، بس انا كنت بتصور مثلا صوره على الانستجرام وانزلها، والله مره كده نزلتها ما جابتش غير لايك واحد وكومنت،
مين هو اللايك ومين هو الكومنت، كان صاحبي اللي مصورها لي، قال لي كده، قال لي قول بقى مين اللي مصورها لك. يا اسطى ما حدش بيحبنا يا ابن الفهريه، مفيش مفيش والله العظيم، قال لي كده، قال لي قال لي يعني هو الكومنت والله يا اسطى انا اهل يعني ما اقول لك ايه، اصحابك ما حدش كان بيعمل لايكات، حدش كان سبحان الله يعني يا ابني اللي انا فيه ده حظ والله العظيم. لكن هي بتمشي كده، ذكاء اللي بتعرف ترسمي، يا جو خد اكل معاك وانت مروح. ايه ده؟ اه والله ايه ده، انا سمعتي وسخه قوي. الله يسترك يا بنت نوران، الله تعالى. انا برج الجوزاء، والله احنا ناس محترمين. اه انت زي الفل. لا لا لا، جدا جدا. ازيك يا محمد؟ جدا برج الجوزاء ده احسن ناس. انا من الاقصر من الصعيد، ينفع تامر امين يغلط فيه؟ والله يا محمد يعني صباح الفل، يعني انت جبت من ابو اخر يعني، انت فاهمني صح؟ انا مش عارف اتكلم هنا، انت فاهم يعني. ما تزعلش من حد، ازعل من، بص انا ازعل من ايه؟ مش عارف يا صاحبي، انت فاهم الاقصر يعني ايه يعني؟ صباح الفل، انت فاهم. ومين مين اللي بيتكلم دايما؟ دور على يعني، انا لما باجي اقرا كتاب بدور على مين اللي كتبه او دار النشر، مش مهم معايا مين الكتاب نفسه، تخيل، لان انا عارف ان يا عم دور على اللي بيقول الكلام، مش ما تزعلش، ازعل من اللي انت فاهمني صح؟ والله انت فاهمني. ده الف مليون مبروك والله. ازيك يا رئيس؟ حريم السلطان فين عشان ايه ده يعني ايه؟ انا مش فاهمك يا اسطى. يلا يا عم، انا والبطانية هنموت من السقعة والله يا رب. ده الله يسترك. طب الكراش من المشاهير اعمل ايه؟ لا لا، ده هتلاقيه راح في داهية يا عظمة. انا سبت كل مزق. ايه لهوي يا ولية، روح ذاكري يا ولية، بحبك وانا بحبك والله العظيم يا بنت يا مرة. طب ايه ارخم رساله جات لك؟ انا واحده قالت لي قبل كده، كنا في شتا برضه، قالت لي الجو ده ابرد من مشاعرك. لا انا بارد قوي، ده انا بارد قوي، انا ممكن اروح جنبك كده ساعتين تلاته ما بنتكلمش والله العظيم. ربنا يتقبل. يا جون اليوتيوب نور. الله يسترك والله العظيم، الله يسترك والله. انا ما كنتش متخيل اصلا ان حد يتفرج عليه والله، انا لقيت فيه فيوهات. سيبها بص، مش هخش ابص تاني بعد ما اخلص. انا سبت الميتنج اللي الدكتور الكليه عشان اتفرج عليك في اللايف. يا لهوي يا ولية، روح شوف يا ولية الميتنج يا ولية. اكتئاب، ربنا يعدو لك على خير. انا جاي، انا اللي جالي امراض نفسيه. لا ده لو جالك حاجه في الطفوله هتعدي، ما تقلقش. ايه ارخم حاجه حصلت مع انا كان معايا واحد صاحبي، يا نهار اسود، الواد ده كان بطل الحك الدولي. كان في واحده كلنا كنا في الدرس كده، هي كانت عجبانه، هي كانت حلوه قوي، كانت بنت صاحب شركه كبيره في مصر وهي معروفه يعني. فهي يا اسطى في زاويه تانية من العالم يعني، صباح الفل، هي في زاويه تانية من العالم وخلاص، مش طوبنا دي، احنا يا دوبك بناخد معاها درس يعني، صباح الفل يعني، فاهمني؟ فهي كل ما تكتب بوست هو كان يخش يعلق لها. مرة كتبت ايه؟ تختار الحب ولا الاكل؟ هو كان دخل كتب لها اختارك انت. الله العظيم كان بارد قوي. وبرضه مرة كتبت بتحب نفسك ولا بتحب حد؟ قال لها اختارك انت. مش عارف. برضه مرة كتبت ايه؟ مش عارف، مريت بحاجة وربنا يعوضك. لا هيعوضني بيك انت. انا عايز اقول لك الكبيره، طب والله ما تصدق، شقطها والله العظيم، شقطها ومشي معايا والله العظيم. شوف البرود. انا كنت محرج يا وليه، كلميني انا على طول يا وليه، ما تعملش يا جو. عايز طريقه الم بيها 6 مواد في اسبوع. ابو حميد مساء الخير يا حبيبي، انت بتتعولة. انت قاعد بقالك السنه كلها ملم. يا لهوي يا عم، ذاكر ذاكر، انا بقالي سنه بقول لك ذاكر. حلمك تبقى ايه؟ انا بص اقول لك على حاجه، انا كان حلمي ابقى رجل اعمال، دلوقتي انا راجل جدع، بس يعني راجل جدع عرفت احقق ان انا ابقى جدع. لكن اعمال دي مش عارف اعمل، بكل ما بعملها بتفتح مني. اه يا ماما،
يا جو ما تلغوش الامتحانات، ما عنديش مكان تاني اشوفه فيها. يا جدع يا جدع، اقسم بالله يا رب يا رب كلهم اتأجلوهم من الامتحانات الا انت، والله العظيم 3 ويمتحنوك لوحدك يا ارنوبه. ولا المحن ده، ولا يا عم ما عندك، ما شفتها العيال بتسقط.